على بركة الله نبدأ بهذا اللقاء برسالة وصلت من أبو مقبل من اليمن، مقيم في الرياض. يقول: نلاحظ من بعض الناس فضيلة الشيخ بعد الجمعة إذا لقيت وإذا سلمت عليه يقول لك جمعة مباركة أو نحو ذلك، فهل ورد شيء في هذا وما هي النصيحة لهم؟ أتابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فلا شك أن الجمعة، أن صلاة الجمعة مباركة، وأن يوم الجمعة يوم مبارك، ولكن التهنئة بعد الصلاة بهذه الطريقة لا أصل لها ولا دليل عليها، فينبغي ترك ذلك. نعم.